إذن مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي جريدة أسفي غود. من خلال هذه الحلقة الاستثنائية من برنامجكم الماكخو غود، نزلنا اليوم شارع مدينة أسفي من بعد الضجة الكبيرة اللي وقعات منذ يوم أمس، ألا وهو تصريح السيد رئيس الحكومة المحترم سعد الدين العثماني، اللي من بعد سؤالنا لي على مشغل التشغيل وعارضة التشغيل اللي وصلت لحكومته، أجابنا بالله أعلم، وأجابنا أيضا بأنه لا علم له بمدينة أسفي. غادي ننزلوا للشارع ونشوفوا آراء ساكنة مدينة أسفي بخصوص القضية وبخصوص التصريح المستفز اللي كيطيح من القيمة ديال المدينة ضاربة في عمق التاريخ، ألا وهي حاضرة المحيط آسفي. بقوا معنا نشوفوا آراء ساكنة. السلام عليكم، احنا اليوم بغينا نسولوا السيد رئيس الحكومة، السيد شنو سميتو خويا؟ سميتو العثماني. السيد العثماني، بغينا نسولوا كيفاش زعما ما كيعرفش مدينة أسفي؟ مدينة أسفي اللي واحد المدينة عتيقة، مدينة أسفي اللي من أقدم المدن المغربية، اللي ما عرفوش المؤسس ديالها من أقدم المدن المغربية. سيد رئيس الحكومة اليوم كيقول لنا باللي ما كيعرفش مدينة أسفي. حنا كساكنة مدينة أسفي كنطالبوا السيد رئيس الحكومة باش يوضح لنا كيفاش هو ما كيعرفش مدينة أسفي. مدينة أسفي حنا راه في المغرب، حنا راه جينا داخل المملكة المغربية وداخل التراب الوطني، ما يمكنش السيد كرئيس حكومة ما يعرفش مدينة أسفي. وشكرا، وحنا كنتمناو يجاوبنا على سؤال واحد، كيفاش ما كيعرفش هذه المدينة العتيقة؟ أولا أحيي ساكنة أسفي الأحرار، وهذه رسالة موجهة إلى السيد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على خرج الباحث المنابر الإعلامي وقال أنه ما عندوش فكرة على مدينة أسفي، وما عندوش فكرة حتى على العريضة اللي توصلت بها الحكومة ديالو من أجل اندماج شباب مدينة أسفي في سوق الشغل. هذا دليل على التواجد ديالو بحال الغياب ديالو، وهذا برهان قاطع على ان مدينه اسفي ما زالت تعيش سياسه التهميش وسياسه التفقير وسياسه القمع. نحن لا نخاف ولا نهب من احد، وكنبغي نوصل نعطيه فكره. هو قال لك ما عندوش فكره على اسفي، ونوضح حتى بعض الفكره اللي واخدين الناس خاطئه على مدينه اسفي. مدينه اسفي ليست مدينه العيطه والغيطه والبندير والجره، وانما مدينه اسفي هي مدينه المقاولين، مدينه المقاومين، مدينه المناضلين، مدينة الأولياء الله الصالحين، مدينة اللي التاريخ ديالها هي أكبر من أي حزب سياسي كاين في المغرب. ولهذا اليوم حنا غنطرحوا بزاف ديال التساؤلات، وعلى الرأس ديالهم فين كتمشي الفلوس ديال لوسيبي، شنو استفدت مدينة أسفي من صافياك من إسمنت المغرب، فين هي الطراوات السمكية، المقالع الرمال شكون كيستافد منهم؟ بزاف من ابتداء من اليوم بزاف غنفتحوا، بزاف غنطالبوا بزاف ديال الملفات أن تفتح فيها تحقيق نزيه، وخاص مدينة أسفي تكون من الأولى تستافد هي والأبناء ديالها. عادي يجمعوا هذا الشيء ديالنا ومشي يفرقوه على مدن أخرين باش يبينوا السياحة، باش يجوا الخليجيين ويجوا الناس ديال أوروبا يزوروا، يبان ذاك المغرب الزوين. راه أسفي هي اليوم أولى بالحق ديالها أن تستافد منه الساكنة وتستافد، ولحديث بقية. ما كاينش رئيس حكومة اللي ما يعرفش أسفي. كاع المواطنين المغاربي عارفين أسفي. رئيس الحكومه راه ما كيعرفش. واش لي هذا كيتسطع على الشعب اللي كيقول لك هذا ما عرفهاش. تبارك الله عليك. السلام عليكم ورحمه الله. حنا بغينا نجاوبوا السي داك رئيس الحكومه العثماني على داك الميساج اللي قال انه ما تعرفش مدينه اسفي. انت كرئيس حكومه ما عرفتش التاريخ ديال بلادك، ما عرفتش مدن ديال بلادك، شكون حطك تما انت اصلا؟ انت ما عرفتش التاريخ ديال بلادك. اسفي فيها أول ميناء في التاريخ، أول ميناء في إفريقيا كان فيها، يعني أنت خاصك تكون عارف وتقدر هذه المدينة هذه، أصلاً هذه المدينة محقورة من زمان، قبل منك أنت وقبل من أي رئيس حكومة قبلك، يعني هذه المدينة هذه خاصها شوية ديال الإحترام وشوية ديال الإعتبار، راه ماشي شي مدينة عادية. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه القناة ديالكم اليوم فاجأتني بهذا التصريح هذا، ما كنتش كنتوقع أن رئيس حكومة ما يكونش يعرف مدينة بحجم مدينة أسفي. يعني سمعت منكم انا ما الخبر، يعني لم اتحرى الدقه والصحه ديالو، ولكن اذا كان هذا صحيح شيء يعني مؤسف للغايه ان مدينه بحجم مدينه اسفي، ربما سادس اكبر مدينه من ناحيه عدد السكان، مدينه يشهد لها بانها ضاربه في القدم، مجموعه من الحضارات تعاقبت هناك، البرتغال، الممالك الامازيغيه القديمه، ثم مجموعة من الحضارات اللي عمرت هذه المدينة العربية، حضارات عربية من بني هلال إلى غير ذلك، واخا أنا ماشي اختصاصي في التاريخ، ولكن ملي كنشوفوا رئيس حكومة ما كيجهل هذه المدينة، مدينة عندها واحد بوتونسيال ايكونوميك، واحد
لا تو يعني تبارك الله صناعات ناشئه كاين هنا كيماويه مجمع الشريف للفوسفات، يعني المدينه عندها واحد الاسهام كبير في الاقتصاد الوطني ويجهلها رئيس الحكومه. بغيت غير نعرف العذر علاش يجهل هذه المدينه. حنا كمغاربه مثلا تسولني مثلا على البرتغال ولا اي دوله في العالم نقدر نقول لك مثلا هذه المدينه فين جات وهذه وشنو هي الاقتصاد ديالها وشنو. ومدينه يا عباد الله مدينه اسفي وما يعرفش رئيس حكومه، انا والله ما عرفتش جاريف با تروفي لادجيكتيف بور كاليفيي يعني هذا التصرف هذا صعيب والله. ولكن الا ما كانش يعرف رئيس الحكومه اسفي، اذا ما اسفي عنده واحد التاريخ. انا من ربعه الوزنيين وتنتمي لاسفي وسميتو عليه اسفي له تاريخ عريق. انتوما غتعرفوه في انتخابات؟ لا اسمح لي انا ما تنتخبش لان ما عنديش الثقه انا في سميتو بصراحه نقولها لك. يعني هو رئيس حكومه لا يمثلك؟ ماشي لا ما تيمثلنيش حقيقه انا بصراحه نقولها لك. وتنشوف حنا المغاربه كي تنعيشوا، شوف الحاله ديالنا وشوف حنا بافوع القرن 21 ودي 2021 وباقي حنا. رسالتك رئيس حكومه؟ نعم نعم. رسالتك في كلمه رئيس؟ لا رئيس حكومه لا اسمح لي ما تنتخبش وما تنتخب على تحت. شكرا لك بصراحه. شكرا لك بصراحه ما نكذبش عليك لاني ما عنديش الثقه في سميتو عليه. نعم لان خص الانسان يكون عنده واحد يكون خصو يشوف مصلحه العامه ماشي المصلحه الخاصه. اذا كانت المصلحه الخاصه ولا اله الا الله محمد رسول الله. وتنشكركم. شكرا. التصريح ديال السيد رئيس الحكومه بانه ما كيعرفش ما عندوش فكره على اسف. ايه يعني انا زعما ما شاء الله ورجف الله بكلام بحال هذا، يعني احسن الانسان يسد فمه ويدير يديه موراه. هذا اللي كاين، انا هذا الشيء كنقول. الدخول مع ناس بحال هذا المستوى هذا والدخول مع الصراع بهذا الكلام هذا راه كارثه. هذه شكون اللي غادي يعرف هذا الشيء؟ يعني الا ما كانش رئيس الحكومه غيعرف اسفي شكون غيعرف اسفي؟ ما عرفناش فيد من راه اسفي راه هو غادي وصافي. اذا مشاهدينا الكرام وصلنا لنهايه حلقتنا، وكيف ما لاحظتوا معنا ساكنه مدينه اسفي بالاجماع مساء من تصريح المستفز للسيد رئيس الحكومه سعد الدين العثماني من بعد ما قال بانه ما كيعرف والو على اسفي. يشرفنا ان نخبرك السيد رئيس الحكومه المحترم انك في حضره اسفي المدينه التاريخيه اللي ما قدر حتى شي عالم ولا مؤرخ انه يحدد سنه بدايتها، المدينه الضاربه في عمق التاريخ، المدينه التي انجبت ابناء في مختلف المجالات وفي مجال الرياده على صعيد العديد من المستويات، المدينه اللي كتميز بمؤهلات اقتصاديه مهمه تعود بخيراتها على جميع ربوع المملكه المغربيه. اذا حتى لهنا السيد رئيس الحكومه وكنقولوا لك اشنا هي مدينه اسفي، والى اللقاء مشاهدينا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.